ساحة مهمة مساحتها أكثر من 3 دونمات وفي قلب مدينة النجف، معرضة للاستثمار من قبل جهات متنفذة لتحويلها لمقاه قرب ضريح الإمام علي عليه السلام. فالمشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في مركز محافظة النجف. راح أراويكم هذا المكان اللي نتحدث فيه بالأوراق الرسمية وين يكون. هذا ضريح سيدي ومولاي أمير المؤمنين. هاي ساحة ثورة العشرين. منا هذا الطريق كربلاء نجف، مركز محافظة النجف. شوفوا ايش قد المكان مهم.